انا لو داير اشتري لي سماد ذات وما بلقاه، بس ما في في السوق اسمي ده، ما فيش داير مبيدات برضو ما في. مشاكل الزراعه في السليد، اولا المياه، والله من المياه الرئيسيه ذاته ما بتجينا، المياه النسبه بسيطه، المساحه كبيره ونسبه المياه بسيطه. بعد ذاك بنضطر نجيب بابورات نخشيش في الترعات وندور البابورات. صعوبة البابورات كمان شديدة، يعني الجاز تصعب، في الجاز تجيب تصديق ما عندك، جير كثيرة، يعني ما في عائد للمزارع، ضعيفة شديدة يعني العوائد. أنا المزارع المسكين لما أزرع ما بلقى حاجة، كلها بتفوت في التحضير والأسمدة والإيجار البابور الموية والجاز والزيت، وبعدين أعطال، مشاكل يعني كثيرة شديدة. بنستخدم الماروك طبعا، مخلفات الدجاج بنستخدمها في الأراضي الزراعية طبعا، ونزيد النسبة ونقلل اليوريا، والبيئة معادلة يعني، لأنه اليوريا غالية شديد. طبعا اليوريا كانت بخمسة ألف وحاليا بخمسين ألف، نسبة كبيرة شديد. متمنين الدعم الحكومي يوفر لنا المياه اولا، وذاك تساهم لنا في الاسمده والحاجات اللي بيستهلكها المزارع. صعب وما في ارشادات يعني من الوزاره، من وزاره الزراعه المفروض تكون في ارشادات للعمال وللمزارعين، طريقه الرش كيف والتغطيه كيف، مثلا نروح بعد كم زمن، ما في اي ارشادات.